وللحديث أكثر عن الصراع الانتخابي في العراق والاهتمام المفاجئ بمحافظة نينوى من قبل شركاء العملية السياسية، ينضم إلينا عبر سكايب من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي زياد السنجري. أهلا بك معنا سيد زياد. أهلا وسهلا، حياكم الله، تحياتي لك ولكل المشاهدين الكرام. أهلا بك سيد زياد. يعني زيارات متوالية من قبل شركاء العملية السياسية في العراق للموصل ومحافظة نينوى ككل، ما هو سبب هذا الاهتمام المفاجئ بالمحافظة وأهلها برأيك؟ نعم، السبب هو سيد الفاضل أن محافظة نينوى كما ورد في التقرير لديكم لديها 34 نائب، واستحقاق 34 نائب هو استحقاقات وزارية ومناصب غالبا ما تذهب إلى كتل أخرى وأحزاب من خارج محافظة نينوى. الحقيقة ما يجري هو في محافظة نينوى والكل يعلم بأنها محافظة مدمرة منكوبة وتحتاج إلى بناء وإعمار، ويحتاج هذا الإعمار والبناء إلى أموال. 6 ميزانيات مخصصة لمحافظة نينوى، لمن لا يعلم هذه المعلومة، 6 ميزانيات مخصصة: دعم الاستقرار، صندوق إعادة الإعمار، الميزانية الرئيسية، لجنة الإعمار، 6 ميزانيات الاستثمارية إلى آخره. 6 ميزانيات لمحافظة نينوى مخصصة فيها مئات المليارات من الدنانير، كلها من عام 2017 لحد هذه اللحظة لم يجري إعادة إعمار جسر واحد حقيقي في مدينة الموصل، مستشفى واحد من مستشفيات المدينة المدمرة التسعة كلها لم يعد إعمار، مطار الموصل الوحيد لم يعد إعماره. إذا السبب هو المناصب والمكاسب والمغانم والأموال والمليارات المخصصة لمحافظة نينوى، هذا السبب سيدي. هناك أكثر من 400 مرشح للانتخابات المنتظرة على هذه المقاعد 34 التي ذكرتها، منهم هؤلاء المرشحين يعني من يعاد أو ترشيحه للمرة الثالثة ربما. السؤال هنا، ماذا قدم هؤلاء المرشحون حتى يعيدوا ترشيحهم؟ نعم، هناك من يعاد للمرة الرابعة والخامسة. الحقيقة لم يقدموا إلا نفسهم، لم يقدموا إلا لحساباتهم. لدينا نواب أصبح لديهم أملاك في خارج العراق، لديهم أرصدة في خارج العراق، لدينا نواب أصبح لديهم أساطيل من السيارات، حمايات وحشود وأموال وأراضي، ولدينا أناس أصبحت ميزانياتهم الانتخابية تعادل حجم ميزانيات ودوائر محافظة نينوى. لدينا مال فاسد في محافظة نينوى كثير جدا، ولدينا نواب عن محافظة نينوى لم نشاهدهم في مدينة الموصل محافظة نينوى ولا مرة، بل من لم نشاهدهم في بغداد إلا سوى في ترديد القسم. لدينا نواب يعيشون في خارج العراق، لدينا نواب مقيمين في بغداد، لدينا نواب الحقيقة يعملون بكل جهد لكتل سياسية من خارج محافظة نينوى. ذكرت سيدي الرقم 400، هو 409 تقريبا. إن نستطيع أن نقول هناك 4 أو 5 مرشحين فرصهم ضعيفة جدا بالفوز، هؤلاء من قلب نينوى وقلب مدينة الموصل، والبقية نعم هم محافظة نينوى ولكن جهودهم لكتل وأحزاب أخرى تعمل إلى كسب المادة وكسب الصوت وكسب المنصب على حساب محافظة نينوى. نعم، لربما من أهم الملفات التي تؤرق أهالي نينوى هي الإعمار والأمن. في ظل زيارة الحلبوسي رئيس البرلمان الحالي للموصل من أجل دعم مرشحي حزبه، هل يستطيع الحلبوسي وحزبه يعني إحراز تقدم في هذه الملفات، خاصة مثل ما ذكرنا الإعمار والأمن؟ السيد الحلبوسي لديه اطلاع واسع فيما يجري في محافظة نينوى، فالمحافظ يتبع إلى كتلته، مدير التربية يتبع إلى كتلته، مدير البلدية يتبع إلى كتلته، مدير البلديات يتبع كتلته، نائب المحافظ يتبع كتلته، وهكذا. إذا الإدارة المحلية كلها محافظة نينوى ومدينة الموصل، محافظة نينوى هي بؤرة الفساد في العراق. من يريد الإعمار سيد الفاضل عليه أولا أن يعلم، وهو يعلم
ان ما نحتاجه هو محاربه الفساد في محافظه نينوى الموصل. عليه ان يعالج هذه الملفات من المكاتب الاقتصاديه، هو لا يستطيع معالجه المكاتب الاقتصاديه ولا يستطيع الا ان يطلق الوعود، اما التنفيذ فمن يريد ان ينفذ ليس بعد 4 سنوات وليس قبل الانتخابات، من ينفذ هذه الوعود ينفذها في السنوات الماضيه بالميزانيات الانفجاريه التي وصلت الى محافظه نينوى ومدينه الموصل، ولم يتم انشاء مشروع حيوي واحد في محافظه نينوى ومدينه الموصل. لا يوجد في مدينه الموصل ومحافظه نينوى ولا مشروع، مجرد ثيل ايراني ونخيل ايراني وصبغ ارصفه وطرق وامور ثانويه لا تغني ولا تسمن. نعم. نعم. إذن كنت ضيفا عبر سكايب من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي زياد السنجري، شكرا جزيلا لك.